بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان تعلم كتابة وقراءة حرف اللام. إذا حرف اللام، اللام مع الفتحة يقرأ لا، اللام مع الضمة يقرأ لو، اللام مع الكسرة يقرأ لي. فتحة ضمة كسرة، هذه هي الحركات القصيرة، سميت بالقصيرة لأن زمن نطقها قصير. لا لا، لو لو، لي لي. اللام مع السكون، عليه علامة السكون، يقرأ ال ال. اللام هنا ممدود بالألف، يقرأ لا لا. اللام ممدود بالواو، يقرأ لو لو. اللام ممدود بالياء، يقرأ لي لي. إذن المدود ثلاثة أنواع: مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. سميت بالمدود لأن زمن نطقها طويل، يعني في زمن نطقها ضعف زمن نطق الحركات القصيرة. المد بالألف دائما تناسبه فتحة أي قبله فتحة، المد بالواو يناسبه ضمة دائما قبله ضمة، والمد بالياء تناسبه الكسرة أي قبله دائما كسرة. لا لا، لو لو، لي لي. اللام منون بالفتح، لن لن. اللام منون بالضم، لن لن. اللام منون بالكسر، لين لين. إذن التنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، وتنوين بالكسر. تنوين بالفتح يعني فتحتان، تنوين بالضم ضمتان، تنوين بالكسر كسرتان. تنوين أننا نسمع آخر النطق نون، نسمعها لفظا لا كتابة ورسما. لن لن، فإننا نسمع نون في الأخير ولكنها لا تكتب. لن لن، لون لون، لين لين. إذا نعطي بعض الأمثلة. لو ح تون، لو ح تون، لوحة. لي حاف، لي حاف، لحاف. لعبة، لعبة، لعبة. كلتا
سون كيل سون كيل سون. كلامٌ كلامٌ كلامٌ. مظلوم مظلوم مظلوم. حليم ح ليم حليم. حق لن حق لن حق لن. جبلون جبلون جبلون. رجلين رجلين رجلين. إذا أعيد، إذن هذه الأمثلة تتضمن يعني اللام مع الفتحة، اللام مع الكسرة، اللام مع الضمة، يعني الحركات القصيرة، اللام مع الحركات القصيرة. الحركات القصيرة هي فتحة كسرة ضمة، لا لي لو، ثم اللام مع السكون، اللام عليه علامة السكون. السطر الثاني يتضمن اللام مع المدود، المد بالألف، المد بالواو، والمد بالياء، يعني اللام هنا مد بالألف، اللام مد بالواو، اللام مد بالياء. لا لو لي. هذه الأمثلة تتضمن اللام مع التنوين، اللام تنوين بالفتح، اللام تنوين بالضم، اللام تنوين بالكسر. لن لن لون لون لين لين. إذا أعيد، إذا نردد من بعدي. لا لا لو لو لي لي. هذه هي الحركات القصيرة، اللام مع الحركات القصيرة، لا لو لي، اللام مع السكون عليه علامة السكون، ال ال لا لو لي، اللام مع المدود، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء، لا لا لو لو لي لي. اللام مع التنوين، تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. لن لن لون لون لين لين. لا لوحة لا لوحة. لي لحاف لي لحاف.
لو لعبتون لو لعبتون ال كيلسون ال كيلسون لا كلام لا كلام لو مظلوم لو مظلوم لي حليم لي حليم لن حقلا لن حقلا لن جبل لن جبل لن رجل وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.